لكن عبد صراحة المسألة دي ماشي قد مزابة، أنا ما كنتش كنصحكم دوما على الجزائر، غير بالنسبة للقضية الشوية بالضبط. أنا واش كنشوف واحد لو نيفو في المغرب أن كل شيء باغي يردوه أمازيغي حتى من الحجر، هذا كتجي أنت الحقيقة، الحقيقة هذه. لا 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 ماشي ماشي ما كنتش، أنا مجرد ماشي كنت ضدكم. بلاتي بلاتي ممكن السين، ممكن ناخذ نكمل المداخلة، أنا نكمل شوف المداخلة باش غير نتفاهم. نقطة نظام، نقطة نظام، تفضل غادي نعطيك، تفضل. غادي نعطيكم الوقت. غير هو الإخوان من الأحسن، من الأحسن ملي يكون تيهضر واحد خليه تيكمل الفكرة ديالو، ما يقاطع حتى شي واحد، باش حتى إلا بغينا نردوا على شي واحد ولا شي واحد بيرد على شي واحد، ما فهمتي، ما يوقعش الديكالاج. المهم غادي نعطيك الكلمه دابا سي جزار، ولكن فسر لنا بالضبط، حيت انا ما فهمتش كيفاش بيعربوا الحجر والشجر. المهم بغاو يمزغوا الشجر والحجر، ما فهمتش. ممكن انك توضح لنا بالضبط شنو يعني، شنو تتقصد، وتعطينا امثله، انا حيت ما كنشوف، يمكنش نبقاو نهضروا غير ماشي في الكلام مشكل، الفضفاض. انا كنشوف دابا مثلا عندنا مثلا واحد المثال اللي ذكرته دابا مؤخرا، مصاب مثلا قلت انا انهم امازيغ، قلت شويه الشاويه امازيغ، دكايره كانوا امازيغ. دابا المشكله ما كنلقاوش واحد المعيار ان نرجعوا ليه شي حاجه اللي فاكت بيض كحل مثلا، يعني شي حاجه نرجعوا ليها نلقاو ان بروف 100% ان هادشي امازيغ، غير كلام منقول مثلا، غير واحد الفرضيات ما كاينش عنده واحد البروف. حتى لو اوكي رجعنا مثلا رجعنا للتاريخ ما نلقاوش شي كتاب اللي نقدروا نستندوا ليه بجوج، اوكي جزار، هذا كيجيني غير من واحد جزار التعصب مثلا ديال جزار او حقد على العرب مثلا، هذا هو اللي جزار كيبان ليا بعض جزار المرات، ما جزار كيكونش ممكن ناتج انا عن معلومات حقيقيه، فهمتي، كيكون ناتج عن جزار التعصب جزار او عقده اوكي النقص الاجنبي، اوكي فهمتي. جزار ممكن نسولك واحد سؤال دابا؟ بلاتي غير نسولو غير واحد سؤال واحد، وغادي نعطيكم المجال حتى انتم تسولوا. بالنسبة للدكالة، دكالة ممكن تعطينا مثلا شنو كتعني السمية ديال الدكالة؟ تفضل اعطيني يا اخويا، تفضل. مرحبا. لا أنا اللي سولتك دابا، سولتك ممكن أنك تشرح لنا شنو الأصل ديال كلمة الدكالة ولا التسمية ديال الدكالة؟ انا ما عارفش بالضبط الاصل، ممكن نخش في الفرعيات بالضبط، لا ممكن ماشي، دوك هذا في الكلية ماشي فرعيات. بعد على محتلها السمية، حتى السمية يعني قدر من فئة منهم تقدر تكون انها مثلا كانت عاشت مع الناس ديال سميتو كما لا نقول حنا، انا ولكن ما انا كنسميش شوف تسمية شوف انا الامازيغ لانني ما كنبغيش نجمع الشلوح مع قنيفرة مع الشمال شوف انهم امازيغ كلهم، لا ما يمكنش، جزاء شوف كل وحدين جزاء عندهم انت خصوصية ديالهم. شوف حتى انت الريف مثلا كيشوفوا ما متناقضين دابا مع الشلوح ديال السوس، متناقضين ملي تماما، كتقول بلاتي بلاتي الشلوح ديال الخنيفرة بلاتي وقف متناقضين شوف تماما مع شوف سميتو، جزاء جزاء، فهمتي. اعطينا فكرة بفكرة، وماشي كما قلت لك، ما يبقاش الواحد يبدا يلوح علينا بالكلام الفضفاض. قلت دابا انت تنقل من حاجة لحاجة، انا تفضل سولتك تفضل غير مرحبا. سؤال واضح، اشنو كتقصد بدكولا؟ واش عارف شنو هو المعنى ديال دكولا؟ حيت قلتي في الاول انتم بغيتي تمزغوا يعني الحجر والشجر، بغيت غير تشرح لنا شنو هو المعنى ديال كلمه دكولا، يعني من الناحيه اللغويه، تنهضر على اللغويه، واش سكنوها الامازيغ ولا العرب ولا البرتقيز، هذيك حاجه اخرى، مسائل تاريخيه، ولكن قول لي غير هذه القضيه هذه ديال دكولا، سميت دكولا شنو كتعني؟ صراحة أنا ما عرفتش. مرحبا، تفضل سمع. ايوا راه حيت ما مزغناش حنا، راه اصلا كان داكشي ممزغ اصلا. لا شوف داك السي ناصر، ناصر تفضل خويا، ربي تفضل الجد. تفضل اوكي خويا، شوف غادي ننظموا المسائل، نعطيو دابا السي عبدو كل وغادي واحد نتفاوضوا. فينا اعطيه الوقت اوكي باش يجاوب هذا الاخر. داكشي اللي غادي ندير. اوكي عبدو ممكن تجاوب على هادشي كاع اللي مرحبا قال جزر؟ مرحبا. المهم الاخ جزار، شوف حنا اولا لسنا بعنصريين، لا لا شوف نمزق شوف الارض شوف والحجر. عبدو 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 ممكن تسميه غير جزار باش ما شوف جزار باش مرحبا، ما حيت ماشي راك مشكلة، عارف شنو كتعني مرحبا. انا ما نسميش كاع، حنا بعدا ما كنمزغوش وما كن ما كنردوش الانسان انه امازيغي صحه، وماشي الارض ديالنا اللي حنا عاد غادي نمزغوها، سكان شمال افريقيا الاصليين هم الامازيغ علميا وتاريخيا. بالنسبه للمساله ديالك انك كتقول الشاويه او لا المزاب او لا دكاله ما كاينش شي مصدر تاريخي، يكفي انك ترجع لبنو خلدون اللي هو حوض رومي، رغم انهم شمال افريقيا، راه كيقول لك بلي قبائل الشاويه والمزاب ودكاله هي قبائل امازيغيه، كاينه القبائل المصموديه وكاينه القبائل الزناتيه. حنا ملي كنهضروا مثلا على قبائل بنو هلال او اللي كتقولوا انتم دابا حاليا الشاويه او المزاب، ماشي كنفيو الوجود العربي، الوجود العربي كاين، وكما قلت لك يكفي انك تقرا التاريخ، وكنظن انك ما قاريش التاريخ كامل ديال المغرب. فقبائل بنو هلال كما قلت لك جات مع عهد السلطان الموحدين اللي بغى يدخلهم بحكم انهم كانوا مطرودين في الجزيره العربيه، يعني العرب هما اللي طردوا
بنو هلال طردوهم لتونس، من بعد جابوهم من تونس حتى المغرب وعطاهم الاراضي كما قلت لك ديال الشاويه والمزابو دكالة اللي هي اصلا ما كاينه في الجزيره العربيه شي قبيله او لا منطقه سميتها دكالة مزاب الشاويه، هادو اسماء امازيغيه محليه يعني هادشي معترف به. بالنسبه للقضيه اللي تكلمتي انت كتقول لي ما خصناش اننا يعني نقولوا الامازيغ خنيفره ولا الامازيغ ديال الريف ولا الامازيغ ديال السوش ماشي امازيغ، هذا يعني اننا ما نقدروش نقولوا العرب ديال اليمن والجزيره العربيه وديال سوريا والعراق وديال شمال افريقيا هما عرب باكملهم، رغم ان التفقه مبدله اللهجه باش كيدويو مبدله وبزاف ديال الحوايج مبدلين حتى من الشبه. انا المهم ما بغيش نطرق هذا الموضوع لانه موضوع اذا جينا نهضروا فيه خصنا نهار كامل. بالنسبه لينا حنا اي باش تكمل السي ناصر، بالنسبه للامازيغيه الاخ راه كتنقسم ثلاثه ديال الفروع، مصموده زناته وصنهاجة. صنهاجة أولا إزناقن كيني في المناطق ديال الجنوب ديال المغرب، هادوك عندهم لهجات خاصة بهم ولكن لهجات متفاهمين فيها، حنا كذلك المصامدة عندنا لهجات خاصة بنا ونفسي متفاهمين كنتفاهموا. الأخ ناصر كين في منطقة وأنا كين في منطقة والإخوة الأخرين كين في منطقة وكنتفاهموا في نفس لاكسو، حتى لو طلع معنا إنسان من القبيل غنتفاهموا له. عبدو خلينا بلاتي وغادي نرجع حتى للأصدقاء الأخرين، هو ما هضرش على القضية واش تيتفاهموا هادو ولا ما تيتفاهموش، هادشي اللي فهمتي كغازار هضرتي على التفاهم بين الأمازيغ ولا لا؟ قالك ماشي أمازيغ. دويت على حتى ان التفاهم حتى الثقافي ولا بعيد البعد ديالهم حتى في بلاتي بعاد على بعضياتهم حتى في اللهجه كتلقى مثلا تريفيت ماشي هي تاش الحيد داسوس ماشي ديال الخنيفره، تلقى واحد الضروري واحد الاختلافات كبيره، ماشي اختلافات في المعنى، اختلافات شاسعه فهمتي. تفضل خويا تفضل. قلتي كاين اختلافات كبيره ما بين تريفيت وتاش الحيد، واش انت ناطق بشي لهجه امازيغيه ولا لا؟ الحاجه انا ما كنشوفهمش انا نوع علم خاص ما في ما لا هنا ما يمكنش ما يمكنش غلط غير هكا. واش انت ناطق بشي لهجه امازيغيه ولا لا؟ لا ما كنعرفش، وكان كنسول الناس. انت ما كتعرفش اوكي ما كتعرفش، كيفاش تعرفتوا بانه راه كاين فرق بيناتهم بجوج؟ قلت لك راه ما كنعرفش، ولكن سولت ناس ان كاين اختلاف كبير بيناتهم. تنهضر عليك انت كاين اللي كيقول اختلاف. انا سوس بعاد تماما. تقدر ترجع الفيديوهات ديالي، تقدر ترجع الفيديوهات ديالي فيما حطيتهم، تيجيو حتى ناس من القبيل. عرفتي شنو القبيل فين جات؟ في اقصى في جيت تونس، وتيقول لي فهمت 80%. اشنو تيعني هذا الشيء؟ واش ممكن ترد على هذه القضيه هذه؟ الا ما تيقتنيش تقدر ترجع الفيديوهات في تيك توك، كاينين التعليقات. يعني هذه الهضره هذه اللي قلتي انت دابا كلشي تضربات في الزيرو. لا ماشي بالضروره، نقدروا اننا نقول لك علاش هذه الهضره ديال 70%، ولكن ما كيعنيش اننا كنشاركوا جميع الحوايج وانا نردوا هذه المنطقه كامله على انها امازيغيه. هذه كتبني في راسي، وزائد انا نكريو لغه بزز وحنا ما متفقينش على الحروف مثلا. ماشي باش نكمل المداخله ديالي بعدا السيد راه عطانا بزاف ديال بحال. اوكي بلاتي عبدو كمل الفكره ديالك. انت صافي راك خديتي وقتك اخويا عافاك، حيت الوقت دابا انا نكمل. هلخص شوف غادي نعطيك 10 ديال الثواني لخص في 4 كلمات وغادي ندوز للاصدقاء الاخرين حيت مازال ما هضرت حتى واحد فيهم. مرحبا انا مهم. شوف باش نختملوا، بالنسبه اللهجات او اللغات راه كاين فرق في كل شيء. في اللاتينيه الفرنسيه راها لاتينيه، والانجليزيه لاتينيه، والاسبانيه لاتينيه. علاش ما كيتفاهموش؟ علاش الاسبانيه فيها سكان كاتالونيا وسكان الباسك؟ علاش ما كيتفاهموش بيناتهم رغم انهم لغه رئيسيه مركزيه هي الاسبانيه؟ المهم انا ما بغيش ندخل في هذا الشيء. بالنسبه لسكان شمال افريقيا والارض اوكي. المهم بلاتي قبل ما يفتح حتى شي واحد المايك غير ندير واحد نقطه النظام. من الاحسن انا كنت قلتها شحال من مره، ما بغيتش انا ندخل في هذه المواضيع ديال القبائل وديال كذا وهذا، ولكن غزار جا فتح لنا هذا الموضوع هذا، ولكن غادي نعطيه فرصه باش يهضر، ولكن ماشي في التاريخ ديال القبائل ولا ديال المناطق ولا هذاك. خلينا في الموضوع اللي كنهضر فيه هنا ديما اللي هو اللغات. بغيناك دابا انت اخويا ناصر الله يحفظك، حيت حتى انا من طلعت على اللغه هذاك الشيء اللي بين معناها هكا على التعليم. هذه المشاده راه ما تحملهاش نهائيا. داك الشيء اللي غادي حتى انت نفس الشيء. جا غير لينا الموضوع، يعني غادي نفرض هذه المساله هذه، يعني يا اما غادي تهضر لينا على حيت انا ما شغليش تكون انت من قبيله ديال اليمن ولا ما عرفت منين، انا ما شغليش فيك، ما عنديش مشكل معاك، تعاملتي معايا مزيان غادي نتعامل معاك مزيان، تعاملتي معايا خايب غادي تلقى هذاك المستوى اللي غادي يليق بك. ولكن عندك شي سؤال فيما يخص هذا المجال اللي كنهضر فيه هنا ديما
اللي هو المجال ديال اللغات ديال بحال قبيله طرحتي واحد السؤال كنت بغيت نشد فيك في هذاك السؤال نيت باش نبقاو في الصلب بالموضوع اللي كنهضر فيه دابا ديال هاد هو علاشتي يختلفوا مثلا اللهجات كذا وهادي بحال الاخ من الجزائر اللي جا حتى هو ما خرجش على الموضوع ولكن باش تقول لي مزاب ما مزاب انا ما شغليش في داكشي باش نجيك من الاخر تكون انت مزابي تكون عربي بلاتي ما تفتحش المايك تكون انت مزابي تشوف راسك عربي من حقك شغلك هذاك انا ما شغليش فيك ما كنعرفكش اصلا ولكن تجي تناقشني في المسائل اللغويه ولا اللسانيه ولا اللهجات ولا بحال هكا مرحبا والف مرحبا كنظن ان الفكره تكون وضحات لا وصلت انا باش نمشي معاك في الموضوع ديال اللهجه واللغه هي اللي في الاول كتبان الهضره معاك هي اللي سولت في الاول ماشي كتبان قلب الموضوع كما قالت سيام ولا شي حاجه العكس والاحترام للجميع انا دويت على اللهجه اللي كنتي كدوي عليها يقول لك مثلا انها اللغه اعطيني سؤال مثال بسيط انا بغيت نقري ولدي مثلا الامازيغيه شنو غادي يستافد مع من يهضر مثلا دابا هضرتي بالامازيغيه ما يفهمك حتى واحد باللهجه الامازيغيه ما يفهمك حتى واحد تيفينا شحال من حرف هذه مشكله ومشكله بزاف حتى الوليدات في المدارس بزز هذه ديكتاتور كما بزاف مثلا الفرنسي كما اما اللغه العربيه لغه القران ما تقارنش مع اي لغه كيف ما كانت الا من غير اللي كانوا ملحدين هاد الناس اللي باغيين يدوا يقارنوا مع لغه القران لا العربيه كنتو على اللغه فاللغه انا شنو غيستافد ولدي ناصر خويا انت صالح في اللايفه ديالنا ماشي عند خويا ناصر شوف ملي حتى انا لايف اجي لعندي حنا ملحدين لاننا ندافع عن الامازيغيه شوف شوف عبدو اسمح لي غادي شوف هاد القضيه ديال الدين تبقى تلعب لينا على الوتر ديال الدين الحمد لله حنا مسلمين وماشي من حقك انك تناقش الواحد في الدين ديالو غير المهم سولتي واحد السؤال بقى فيه اما تبقى تناقش الناس في المعتقدات ديالهم ولا في الانتماءات ديالهم لا يعني غادي نقدر نبلوكيك في اي لحظه غير باش نتفاهموا قلتي هاد المساله هادي ديال شكون اللي غادي يفهمك المهم بلاتي قلتي المساله خلينا في المساله اللي ناقشتها في الاول اما الدين ماشي ديالك باش تفرقوا على اي واحد بغيتي باش نخرجوا من باب واسع اللغه العربيه على الراس والعين حتى واحد ما غادي يقول لك لا اي واحد ينتقد اللغه العربيه ولا اي لغه كيف ما كانت الناس عارفيني انا كيدير وقيل انت جديد يمكن عندي هنا المهم انا باش نجيك ديريكت قلتي بان الامازيغ ملي تهضر بها بشكون غادي يفهمك اوكي انت ملي كتهضر مع شي واحد ماشي مغربي بالدارجه غادي يفهمك شي واحد نجاوبك اخويا كيفهموني الناس ملي كنهضر بالدارجه ديالي شكون اللي كيفهمك غير مم امزاغه كيفهموني الناس بخير لا بلاتي شكون اللي كيفهمك ما تنهضرش على المغاربه يفهموني الناس ديال الجزائر تونس ليبيا مصر العرب الجزيره العربيه كاملين كيفهموني وكندوي معاهم بخير ما كنلقاش عقده نقص نهائي نتمنى ان شاء الله يدخل شي واحد يطلع شي واحد مصري هنا ونتمنى ما يقولكش تكلم عربي شوف الاخ نصر انا تكلمت مع مصريين مع خوتنا الامازيغ في الجزائر وتونس وليبيا كنديروا لايفات وكنهضروا مع بعضياتنا اجي وتسمعوا الصوت وشوف بعينيك اي اللي نفرض كاع نمشي معاه في هذا الاتجاه اوكي اللي نفرض انهم تيفهموك واش حتى حنا في نظرك انت ما تيفهموناش الامازيغ الاخرين انت بسيطه ناصر خويا هذه اللهجه او اللغه اللي كدوي عليها انت باش ما تقولش لي انني كنسنقص او انني عنصري او انني هذه اللهجه او اللغه اللي انت واللي الدوله باغا تفرضها بزز وهي ما عندهاش المقومات انها تفوتها باش ما عندهاش مقومات هما المقومات خلوني مني ليه دابا انا خرج ليا الموضوع ديالي انا غادي نخرج فيه ديريكت كمل لك الكلمه كمل لك الفكره باش تفهمني باش ما نفهموش بينا ما نفهموش بعضياتنا غلط انا كنقول لك حتى واقع انا كنهزيت ولدي التصباح غزار غير باش تفضل خويا نحطوا المسائل انا ما غادي نشخصنش وما غادي يعني ندخلش فيك انت طول عرض انا تيهمني هذاك الشيء اللي كتقول انت قول لي اشنو هما المقومات اللي تتقول انت بانهم ما كاينينش في الامازيغيه مثلا اعطيني مثلا انا بغيت نقرا الامازيغي فنقرا بها شي حاجه مثلا نقرا بها شي حاجه واش عندها كان ديجا دارت شي علم وقرينا نقراو بها مثلا مشينا لشي مدرسه مثلا معترف بها كتقرا الامازيغي والامازيغي عنده واحد كما نقول حنا واحد الصي واسع ولا بغينا نبحثوا في لي ريسورس وفي المعاجم كنلقاو عندها معاجم ما عندهاش السؤال المطروح شنو غيستافد ولدي اوكي ما عندهاش اوكي اللي نفرض ما عندهاش ما كناش تنكسبوا بها واش ما عندناش الحق اننا نوليو نكسبوا بها دابا انا شوف تكتب بها اخويا ناصر غير هي ما تبزاش عليا
تبزاش عليا كل قال لك تبزاز. لا سيدي لا شوف في المدرسه بلاتي في المدرسه تفضل تفضل اللغه اللي كتقرا في المدرسه راه من حق اي مغربي يقراها لانها لغه وطنيه وفي الدستور. الا كنتي انت ترفض الامازيغي مثلا يعني بالضروره انك ترفض الدستور. الا كنتي ما ترفض الدستور قولها لنا وباش نخرجوا من باب واسع يعني باش نفهموا بالضبط. يعني في دابا حاولتيها شوف قبيله قلت لي واحد الكلمه ناصر باش نقوم منطقيين قلت لي قبيله بعد من الدين ما تلويش لنا الدين حتى ما تلويش لي دراعي بالسياسه كون منطقي ما تكونش كتحازن الشيء اللي بغيتي انت. انا جاوبتك بالمنطق وبدون عاطفه. انت حاولتي دابا تجيب السياسه باش تحاولي يدي انا ما عطيتوش يدي بلاد السياسه. السياسه اللي غدا قلت لنا تزوجوا بخواتاتكم غنتزوجوا بخواتاتنا لا ما يمكنش امبوسيبل. لا اوكي علاش قلت لك انا تلوي لينا بالدين لانك انت قلتي اتهمتي الناس اللي هنا قلتي ملحدين يعني اتهام صريح يعني ماشي الناس اللي هنا ملحدين الا الا كانوا انا لا بتجرب الا كانوا ملحدين معدوش مع العربيه وكيكرهوا المغرب العربيه وكيحركوا العرب ناصر انا نتزوج بلاتي ندير واحد النقطه نظام الاخوان. احنا ما بغيناش ندخلوا في النقاشات الجانبيه. الدين هو الا كان تيشوفنا ملحدين راه ما غادي نسمحوش ليه. انا المهم انا شخصيا ما غادي نسمحش ليه وبطبيعه الحال كاينين حوايج اخرين وغادي نقدروا نديروهم لانه اتهام صريح وقدر غادي ندخل في حوايج اخرى. ثانيا خلينا في النقاش. انا ملي قلت لك ما تدخلش الدين لان الدين ما عمركم غادي ديروه مطيه وتفرقوا على من ما بغيتي. الدين لله ماشي ليكم نتوما. ثالثا بغيتي تقول لنا العربي ما العربيه انا ما عنديش مش انا ماشي بلاصه هذاك النقاش هنا لان غادي ندخل فيك طول عرض بالعربيه النيت وبالعربيه الفصحى لانه انا اصلا ما عنديش مشكل مع العربيه كما نتوما عندكم مشكل مع اللغه الامازيغيه. هذاك المنطق ديالكم نتوما اللي هذاك الحقد ربما نتوما تتحقدوا على لغه انا ما تنحقدش على لغه. يعني انا ماشي مصطي باش نبقى نحقد على لغه. بالعكس العربيه اللي قراوني العربيه داروا فيا خير كبير لان اللي قراوها ليا على حقها وطريقها وما علمونيش انني نكره لغه غير حيت هي لغه ديال واحد القوم مثلا عندهم واحد الاختلاف ايديولوجي. هذاك النقاش ديال اللغه العربيه انتم كذا كذا ماشي بلاصتو عندي انا هنا. تقدر تمشي عند شي واحد اخر اللي مثلا تيدعي بانه تيدافع على الامازيغيه وفي نفس الوقت يطعن في العربيه تما تقدر تلقى داك الشيء اللي بغيتي انت وتهاجم كما بغيتي. تقدر تخدم مع هذا التكتيك هذا بوحدو. اما باش تجيني عندي انا هنا وتبدا تقول لي الدين جبد لي الدين والعربيه انا ما عندي حتى مشكل مع هذو بجوج ونقدر كاع نفرعك فيهم. فهمنا؟ اعطينا الفكره ديالك السي غازار. انا قلت لي ما تدوش على الدين ما درتش عليه وانا ما قلت لكم انتم ما وصمتكمش بشي حاجه وانا كنعاود نقولها. قلت الهضره اللي ما خاصهاش الاحترام واجب عليا كما واجب عليكم. ثاني حاجه ملي قلت لي ما تدوش على الدين العربيه حاولت انا نحط العربيه انها مكانه بوحدها ياك قلت لي ما تحاولش تدوي العربيه. قلت لك شوف انا من العربيه لانها لغه الوحي ما يمكنش نهضروا عليها. مني قلت لي ما تدوش على اسمع قلت لي ما تدوش على الدين. قلت لك صافي انا نسكت على الدين. قلت لك تفضل قلت لي السياسه هنا حاولتي تستخدم السياسه اللي حتى حرمتيني من الدين اللي هو احسن من السياسه. غير باش نفهموا جبتي السياسه على ان دليل بروف. سيغازا واش انا قلت لك ما تدويش بالعربيه غير باش ما تدويش انا صار وراك شويه على الجيم. الله يخليك كازا راك بحال قوري اخويا. اوكي نعطيو سميتو حيت انا حيت هو تيقول شي حوايج انا ما قلتهمش انا اصلا. اوكي ممكن تسدوا المايك حيت انا غادي نقول دابا واحد الفكره وغادي نسولو حتى هو واحد السؤال. دابا انا فاش قريت في المدرسه ما كان عندي حتى شي مشكل وما عندي حتى شي مشكل دابا نيت حاليا الا كانوا عندي ولادي انهم يدخلوا بالعكس يدخلوا سميتو يقراو شي لغه. نقدر انا كاع نقول لهم زيدوا لهم حتى الالمانيه كاع وزيدوا لهم داكشي كامل. ولكن انت علاش ما بغيتيش تقرا مثلا الامازيغيه؟ عطينا شي قنعنا علاش ما بغيتيش ولادك ولا سميتو يقراو الامازيغيه. اوكي انا نعطيك ناصر خويا الامازيغي. انا مثلا انا بغيت نقري ولدي اول حاجه اللغه العربيه نقري العربيه الاولى لانها لغه القران هذه بروف. انا غادي معك السي ناصر. انا نعطيك علاش نقري العربيه مثلا ما نقريش لغه اخرى مثلا وانبروف لك بها الامازيغي. نقري ولدي الامازيغي لان لغات القران لغه هنا عيتنفع بها بزاف. الادب بغى الشعر بغى اي حاجه بغى العلم بغى التاريخ غيلقى فيها كل شيء. السؤال المطروح انا بغيت نقريه باش يدوم متفق ماكش انا نقدر نقري الامازيغي باش يهضر مع الناس ديال الجيران ديالو الناس نسابنا احنا عندنا شيء في العلم. السؤال المطروح قبل شيء يهضر معاهم ولكن السؤال المطروح العلم بغينا نقراو شي حاجه يستافد منها موراها شعر شي حاجه. هادو اللي بغيت نقول انا شنو هو البروف باش نقري ولدي شنو هو الدافع شنو هو الموتيفيشن. ولدي راه قلت لي نقريك العربيه نقري الدين نقري هذه نقري العلم نقري الفقه نقري بزاف د الحوايج ما نخلي ما نقري. السؤال المطروح انا هادو اللي بغيت نقول حتى الفرنسيه ما نقراش ليها. نقول لك الفرنسيه ما كنسميش انا احسن من الامازيغيه
باش نكون واضحين، الا قريت ولدي لهجه امازيغ باش باش يتواصل مع الناس اللي حداه، حس لي ما يقال لي لغه المصر باش يسمع. بلاتي عبدو غير بلاتي غير الاخوان غير واحد القضيه، دابا انت بغيتي تقرر غير لغه وحده قزار على ما فهمت. شنو قلت يا خويا ناصر؟ دابا انت ولدك مثلا بغيتيه يقرا غير العربيه بوحده، ما يقراش شي لغه اخرى. في الاول في السنين الاولى انا ما نقري هذا، ولكن الى بان لي ان اللهجه باش يتواصل مع الشعب اللي حداه والجيران اللي حداه مرحبا على راسو. بلاتي غير قول لي ممكن تفضل في المشكل مثلا الى قريتيه لغات اخرين ملي يكون صغير، في المشكل انا عندي الوعي ديالو، لان كل ما تقرا اللغه الاولى الام اللي قرا بها سميتو ولا قرا بها العلم اللي قرا هي الاولى، كيحاول ان المدارك ديالو او المفاهيم ديالو كيكونوا احسن من قري لغه اجنبيه. ما كندويش على اجنبيه امازيغيه، اجنبيه فرنسيه سميتو انجليزيه. سيغازار حيت تشير عليا دابا انا بالمصطلحات خاصني نركز معك. شنو تقصد باللغه الام؟ يعني ما عرفتش بالضبط شنو كتقصد باللغه الام، يعني شنو غتقري اللغه الام؟ العربيه حيت اللهجه الامازيغيه لهجه ماشي لغه. قلت لي نقري اللغه الام، ما عرفتش انا اللغه الام هي العربيه بالنسبه لي انا، حتى العربيه ماشي بلاتي اللغه الام ديالك هي الدارجه. واش انت كتهضر بالفصحى؟ انا ما قريتش الدارجه ولدي انا، واش الدارجه نقري ولدي الدارجه؟ اسمح لي الدارجه ماشي لغه، الدارجه خيطه بزاف من العربيه. هي اللغه الام ديال المغاربه ديال المغاربين في المغرب الدارجه. سيغازار الله يرضى عليك، الا ما كنتيش تفهم اشنا هو شي مصطلح ما تشيرش عليا به، حيت انا راه التخصص ديالي هذا. ملي قلتي لي اللغه الام عرفتك بالله انت ما عندك حتى علاقه باللسانيات والسوسيولوجيا. عرفتي شنو هي اللغه الام؟ اللغه الام ما تتقراش، تتعلم تتكتسب. اللي كيتقرا هي هذيك اللغه الثانيه اللي كتقرا من اللغه الام. شوف غير من سميتها هي اللي تعلمتي من عند امك. واش امك قراتك اللغه الام؟ واش تولتي لينا انت تدير العروض ولا تدير الشعر ولا مثلا واحد اللغه الام ديالو الفرنساويه؟ واش خرجتي تكتب بحال موليير؟ كاينين اخويا امثله ان نقرا من العربيه ومشي العربي ديال اذهب اسكب لي شاي كوبا من الشاي. لا سير ولدي شوف وراه انت اول حاجه بعدا خاصك تقرا العربيه، راه ماشي ديك العربيه على بالكم ديال قريش. بلاتي خاصك تصحح المفاهيم ديالك. اللغه الام تنقصد بها اول لغه تيهضر بها الطفل من يلاه تيتعلم الهضره، وانا راه شرحت بزاف هذه القضيه هذه. اللغه العربيه هذيك لغه متعلمه ماشي مكتسبه، تنتعلموها في المدرسه بحالها بحال الفرنسي بحال حتى الامازيغيه. ولكن لحد الان انا مازال ما فهمتش فين المشكل الى تعلم ولدك لغات اخرين الى جانب اللغات العربيه في الروض مثلا ولا في المدرسه. بالعكس هذيك الفتره ديال الطفوله هي هذيك الفتره فين خاصنا نعلموا الدري بزاف ديال اللغات. اما تقول لي تخليه يكبر والله لا تعلم لك حتى العربيه. ودابا انت براسك الى قلنا لك عرب لنا شي جمله ولا عطينا شي نص ولا هضر لنا غير 5 دقائق بالفصحى محال واش تشد. انا متفق معك على ان الصغر مزيان، ولكن انا بالنسبه لي انا قلت لك غنخلي الوقت ديالي كامل انه بالعربيه، من بعد نقدر نعلمو لهجه اخرى. لان الدارجه كاين لك واحد الحل، كاين واحد الحل صار العربيه بزاف ولكن ما يمكنش تقدر نعلمها ليه. لا سي بازار كاين واحد الحل، فتح المدرسه ديالك بوحدك ودخل فيها ولدك وقريه اللي عجبك. وي كاين هاد القضيه ديال ان اوبشن انك تقدر انك تقريه من 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 سميتو تقريه ديالنا يعني تعليم منزلي. كاين هاد القضيه ولكن انا بالنسبه لي ما نفرش عليه. انا مشي نقرا سميتو نقول لي انا سكيبي ديك الحصه ديال الامازيغيه او الفرنسيه سكيبي يعني ما نقراش. سكيبي وي دوبل ديك الساعه الا دوبل الا دوبل غير عيط المدير ولا شي حاجه. سكيبي هل هي لغه عربيه؟ سكيبي علاش انا غادي نقول سكيبي الا انا عربي؟ علاش كتقول سكيبي؟ علاش جاوبنا الاخ بدو خلينا غير لا فهمني. هو كيدافع على العربيه ولا يتكلم باللغه العربيه؟ ما يقاغيلات سكيبي غادي نقول ولدي سير سكيبي. علاش ما نقول له يا ابني تجاوز تلك الخطوه ولا تجاوز كذا؟ ما كيفهمولاش باللغه العربيه، خصنا نحاول نتوسطوا فهمتي.